السلام عليكم. يلا نعمل النهاردة الكنتاكي أو بروستة الفراخ، هنعملها مع ريزو والكول سلو. بجد طعمها في منتهى الجمال. احنا هنا معانا مجموعة من التوابل هنزلها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف، ومعانا هنا فرخة مغسولة كويس جدا، طبعا ما تزيدش عن 1.5 كيلو. هنقطعها على 8 أو 7، أنا هنا قطعتها على 7 زي ما بتتقطع بره بالظبط، اللي هو بيبقى الجزء الاسفل السفلي ده من الصدرين مع بعض، وده القطعه دي بيتقال عليها الكيله. عايزين تقطعوها 8 مفيش اي مشكله. وبعدين هنجيب هنا كميه التوابل دي، هتتحط على 3 كوبايات كبار من اللبن الرايب، هنحط نص كميه التوابل، هنقلبها بقى كويس قوي مع اللبن، ودي هتبقى خلطة النقع للفراخ. هتتنقع حوالي 12 ساعة في التلاجة. تمام. اللبن الرايب بيخليها طرية جدا، بيساعد على السوى، بيمنع اي ظهور اي دم واحنا بنسويها، بجد بتبقى مستوية جدا من جوه. هنغطيها بقى بالكلينج فيلم ونسيبها في التلاجة 12 ساعة، يعني من بالليل للصبح. هنيجي تاني يوم بقى نجيب باقي كمية التوابل، وهنحطها على 3 كوبايات كبار من الدقيق. دي كانت فرخة 1.5 كيلو، وهنحط عليهم 3 معالق كبار من النشا، يعني لكل كوباية دقيق معلقة نشا كبيرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب بقى كويس ونشوف هنعمل ايه. هنجيب الفراخ بتاعتنا، اول ما نفتح عليها هنشم ريحتها، بجد حاجه في منتهى الجمال. والمكون الرئيسي اللي بيدينا الطعم المتعارف عليه الجنزبيل. هنجيب قطع الفراخ بقى نحطها في الدقيق، بجد انا جربت طرق كتيره للبروست الفراخ، بجد دي من انجح الطرق، نتيجتها هتعجبكم جدا في السوى وفي الطعم. هنبدأ نعفرها بالدقيق بقى وما نضغطش عليها، وبعدين ننزلها في مية متلجة، ويستحسن لو فيها مكعبات تلج. ادي المية المتلجة وهنزل بيها تاني في الدقيق، يبقى دقيق وبعدين مية وبعدين دقيق. ممكن نكرر الخطوة دي اقصى حاجة مرتين، يعني نعملها مرة كمان. انا هعملها مرة كمان لان انا كنت شايلة الجلد، لو انتوا سايبين الجلد ممكن تكتفوا بمرة واحدة. انا نسيت اقول لكم ان انا كمان كنت عاملة فتحات في الفراخ كده بالسكينة عشان تستوي كويس. هنا بنحمرها بقى على زيت سخن جدا، وبنغطي عليها ونخلي الحرارة متوسطة، ربع ساعة بالظبط بتبقى استوت. هنيجي نعمل هنا الكول سلو بتاعنا بقى. دي معلقة كبيرة من العسل الابيض، عليها معلقة صغيرة من اللبن البودرة، هناخد معلقة كبيرة من الخل عليهم. طبعا المقادير دي كلها بالتفصيل هتنزل في صندوق الوصف. هناخد بقى ربع معلقة من الملح، هي بتاخدش ملح كتير لان هي طبعا احنا عارفين ان هي بتبقى مسكرة شوية، وده الدريسنج بتاعنا. ومعانا هنا الكرومبة، كرومبة سلطة صغيرة وجزرة صغيرة. ده المايونيز بقى هنحط 3 معالق كبار.
على فكرة السلطة دي طعمها في منتهى الجمال، وكل ما بتقعد في التلاجة بتبقى أحلى كمان. هنقلب بقى الدريسنج بتاعنا كويس وننزل عليه بربع بصلة صغيرة، ربع بصلة هي صغيرة بمعنى الكلمة، هي بتاخد حاجة بسيطة قوي، بصل بتاخد بصل مش ما بتاخدش، بس حاجة بسيطة قوي ما نكتروش. وبس هننزل بقى بالكرنب والجزر ونقلب كله على بعضه. اهو خلصنا الكمية، هنحطها بقى في التلاجة لحد ما نعمل الريزو بتاعنا. في حلة على النار هجيب بصلة صغيرة هقلبها في الزيت كده لحد ما تصفر، وبعدين هنزل عليها بكوباية ونص من الرز. ادي كوباية ونص من الرز ومكعب مرق، يبقى كوباية ونص من الرز عليهم مكعب مرق ومعلقة كبيرة من الباربيكيو صوص وربع كوباية من الصويا صوص. بجد الريزو ده مش هتفرقوه خالص عن بتاع المطعم، وصدقوني والله أحلى. في الاخر بقى هنحط معلقة صغيرة، اهو هنحط معلقة صغيرة من الكركم وبس خلاص. والاكلة خلصت، شايفين شكلها في منتهى الجمال ازاي؟ لو عجبتكم الوصفة اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله تعجبكم. وبالهنا والشفا، شايفين مقرمشة وشكلها في منتهى الجمال، شكلا ومضمونا.